نحن الآن نتواجد في ريف حلب الغربي بالقرب من بلدة عنجارة، حيث سقطت طائرة مروحية قبل قليل، يرجح بأنها برشاشات الثقيلة للفصائل المقاتلة التي كانت تستهدف هذه الطائرة. وهناك من يتحدث ربما عن صاروخ تركي استهدف الطائرة بشكل مباشر. هذه الطائرة نفذت أحد البراميل في بلدة قبتان الجبل وسط البلدة قبل أن تحلق باتجاه منطقة الفرج الشيخ سليمان في القرب من مدينة دارت عزة ليتم استهدافها وتسقط في هذه المنطقة. حاليا احترقت الطائرة بشكل كامل ويتم البحث حتى عن جثة الطيارين الذين ربما يكونون في هذه المنطقة من قبل الفصائل المقاتلة الموجودة وأيضا من قبل المدنيين الذين ينتشرون بشكل كامل في المنطقة. وحقيقة البهجة والسرور تملأ قلوبهم بسبب احتراق هذه الطائرة التي كانت قبل دقائق فقط تنفذ غاراتها وبراميلها عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تم اسقاط طائرة مروحية من قبل الفصائل الجيش الحر والحمد لله تم اسقاطها واحتراقها كما ترى. طيارين عم سقط احدى يعني احدهم سقط هونيك، في واحد سقط هونيك وعم نبحث عنه ان شاء الله، جاري البحث عنهم. الله وكيلك، انا بحيان شفت الطياره عم تنزل عم تحترق، ركبت الموتوري على السريع ما وقفت حتى لك الموتور حرقته، بس بدي اطلع اروح اشوف هالطيار شلون عم بحترق مثل ما حرق قلوبنا. لك انا فرحان جيت لهم بس لاخذ سيلفي بس شلون هو عم بحترق هو وطيارته. ان شاء الله الطيران كله بحترق ان شاء الله.